السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدين الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعون فيها. الرئيس الموريتاني يعبر عن دعم موريتانيا للسعودية والإمارات ويدعو إلى رص الصفوف تجاه أمن المنطقة. التحالف الانتخابي المعارض ينتقد ما سماه الاختطاف السافر للعملية الانتخابية ويؤكد تصميمه على مواجهة ذلك. موريتانيا توقع على إعلان حرية الصحافة بالعالم العربي، ووزير الثقافة يقول إن حرية الصحافة لم تعد مطروحة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. عبر الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز عن دعم موريتانيا القوي ووقوفها الحازم إلى جانب المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مدينا بالشدة ما وصفها الأعمال التخريبية التي قال إنها عرضت انتظام امتداد أسواق النفط والملاحة الدولية بالخليج للخطر. وأهاب العبد العزيز في خطاب ألقاه خلال قمة عربية طارئة بالمملكة العربية السعودية، أهاب بالمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته إزاء هذه الأعمال. إننا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية نعبر عن دعمنا القوي ووقوفنا الحازم إلى جانب أشقائنا في المملكة العربية السعودية وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، وندين بشدة الأعمال التخريبية الجبانة التي عرضت انتظام إمداد أسواق النفط العالمية والملاحة الدولية في الخليج العربي للخطر. إننا نهيب المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الأعمال التخريبية التي تؤثر سلبا على المنظومة الاقتصادية الدولية وتزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة. وقال العبد العزيز إن الواجب القومي يفرض رص الصفوف للتصدي لكل ما من شأنه المساس بأمن المنطقة، مضيفا أن الأمة العربية تمر بمرحلة دقيقة من تاريخها تستدعي تعزيز العمل العربي المشترك وترسيخ قواعد التضامن بين البلدان لمواجهة الأخطار ورفع التحديات. إن واجبنا القومي يفرض علينا رص الصفوف للتصدي معا لكل ما من شأنه المساس بأمن المنطقة الذي يعتبر أساس أمننا القومي. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أيها السادة والسيدات، إن أمتنا العربية تمر بمرحلة دقيقة من تاريخها تدعونا إلى تعزيز العمل العربي المشترك وترسيخ قواعد التضامن والإخاء بين بلداننا لمواجهة الأخطار ورفع التحديات. فأمتنا بحكم المعتقد والتاريخ أمة سلام ومودة وإخاء، لكنها في ذات الوقت أمة عزة وكرامة، ولا سبيل إلى صون عزتها وكرامتها إلا بالمحافظة على أمن واستقرار بلداننا وتحقيق نهضة شاملة تستجيب لتطلعات شعوبنا إلى المزيد من التنمية والرفاه. إلى شان منفصل، حيث انتقد المترشح للانتخابات الرئاسية الموريتانية رئيس التحالف الانتخابي المعارض محمد المولود ما وصفه الاختطاف السافر للعملية الانتخابية، مؤكدا التصميم على مواجهته من خلال وحدة المترشحين المعارضين ورفضهم لهذا التوجه. وأضاف المولود خلال مؤتمر صحفي مشترك نظمه أربعة مترشحين للانتخابات الرئاسية أن التشاور من أجل تحديد الإجراءات العملية لمواجهة ما وصفها المهزلة لا يزال قائما، مؤكدا على خوض معركة ضد التزوير واختطاف المسلسل الانتخابي على حد تعبيره. احنا جينا هون لا ينعبروا عن رفضنا لهذا الاختطاف السافر للعملية الانتخابية وتصميمنا
على مواجهة هذه العملية اللي هي عملية الاختطاف. وأول شيء لازم نواجهها به هو وحدتنا، هو وحدتنا، وحدة كل المرشحين اللي رافضين هذا التوجه الجوي. ونحن في تشاور من أجل تحديد الإجراءات العملية اللي لازم نتخذها لمواجهة هذه المهزلة اللي مبارك معها. بالطبع على ان الخيار الأساسي واللي يالتكم تمشوا به من عندنا هو على ان لن نترك هذه العملية يبقوا هما به العاد معولين انهم لا ينقاطعوا، ما لنا لا ينقاطعوا، ما لنا ينقاطعوا ولا ينخوضوا المعركة ضد التزوير وضد اختطاف المسلسل الانتخابي. دور خوضوا المعركة وفي الأيام القادمة يدور يظهر ذاك إن شاء الله. في ذات السياق، انتقد المترشح للانتخابات الرئاسية الموريتانية كان حميد بابا سعي اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى تنظيم الاستحقاقات في دول بها جالية موريتانية دون أخرى. وقال حميد بابا خلال لقاء نظمته معه وكالة أنباء الأخبار ضمن سلسلة حوارات تجريها مع المترشحين للرئاسة، قال إن القانون ينص على أن أي دولة تقيم بها جالية موريتانية تصل 1000 شخص ينبغي أن تفتتح فيها مكاتب تصويت. قد لا نشكك في صدق شخص محدد في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، لكننا حينما طلبنا من اللجنة كمؤسسة توفير الشروط المناسبة من أجل تصويت الموريتانيين المقيمين في الخارج كما يسمح لهم بذلك القانون، أجابتنا بأنها راسلت الحكومة بهذا الخصوص من أجل توفير الوسائل اللازمة ولم تتلقى ردا. وبناء على ذلك فإنها لن تستطيع تنظيم الانتخابات في الخارج، رغم أن القانون يقول بصريح العبارة أن الدولة التي يقيم بها 1000 مواطن ينبغي أن يجري فيها الاقتراع، وفي البلد الذي يصل عدد المسجلين فيه 100 شخص ينبغي أن يجرى فيه كذلك. لكن في الوقت الذي تقول فيه اللجنة إن الحكومة لم تمنح الوسائل من أجل تنظيم الانتخابات في الخارج، نجد أنها ستنظم في دول دون أخرى. لماذا مثلا اللجنة ستنظم انتخابات في غامبيا ولا تنظمها في السنغال، وستنظمها بغينيا بيساو دون أن تنظمها بمالي، وستنظمها بالكويت دون تنظيمها بالمغرب؟ عين المترشح للانتخابات الرئاسية الموريتانية محمد للشيخ محمد أحمد للغزواني شخصيات جديدة في حملته الانتخابية، وذلك في مذكرة صادرة عنه. وينتظر أن يقدم للغزواني برنامجه الانتخابي يوم الأحد في العاصمة نواكشوط. وتتحدث مصادر من داخل حملته عن سعيه إلى إطلاق الحملة الرسمية من العاصمة الاقتصادية وليبو. الأعمال والفاعلين الاقتصاديين والعاملين في القطاع الخاص، صادقت الجمعية الوطنية الجمعة على مشروع قانون يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، يعدل القانون النظامي الصادر في 12 أبريل عام 2012. وقال وزير الداخلية واللامركزية أحمد العبدالله إن مشروع القانون سيمكن من تبسيط عملية الانتخابات وترشيد الموارد، إضافة إلى تبسيط تأمين مكاتب التصويت من طرف القوات المسلحة وقوات الأمن. والقرض منه المسائل اللي تعرضت لها هو تبسيط العملية الانتخاب، وهو أيضا ترشيد الموارد ملي، وفم جانب اخر من ناحية العملية الجانب الامني به اللي بعد احنا اللي مكلفين كأن بتأمين مكاتب التصويت، اذا عن فيهن فرصة على ان كانوا يعني يحصروا بعض المكاتب ما انطلقوا يحانوا بعض افراد القوات المسلحة والله قوات الامن اللي مكلفين بتأمين المكاتب يودوا يصوتوا احيانا يودوا لا يتنقلوا من ولاية شور ولاية. إذا عنها بالنسبة لنا لأنه وارد ومهم عندنا يصادق عليه به اللي في هذه النتائج اللي ده. قال بعض النواب لأن
القوات المسلحة لأنهم يلتهم قاع ينعفوا من اقتراع، لا هم مواطنين ويتمتعوا بحقوقهم المدنية وأولافهم ما عندهم شيء منعهم من يصوتوا. يغير قاع الترتيبات اللي لاهي تعدل في الاقتراع اللي ذهو ظاهر لي عن المكاتب اللي تقول مكاتب تخلط مع المكاتب اللي عند الاقتراع العام يكون إلى عدو ذكنات ما أحضاهم مواطنين يكمل الدخرة. من جانب آخر صادق البرلمان الموريتاني على تعديل نظامه الداخلي، وينص التعديل الجديد على فرض عقوبات على النواب تتراوح بين المصادرة والطرد المؤقت وخصم ثلث علاوة الدورة. وتقول اللجنة المكلفة بمراجعة النظام الداخلي للجمعية الوطنية إن الهدف من المراجعة الجديدة هو ملائمة النظام مع مقتضيات التعديل الدستوري الذي أجري عام 2017. نتابع. البرلمان الموريتاني يصادق على تعديل نظامه الداخلي المصادق عليه منذ عام 2011، وذلك من أجل ملائمته مع التعديل الدستوري الذي أقر عام 2017، والذي بموجبه أصبح البرلمان مكونا من غرفة واحدة. وينص التعديل الجديد للنظام الداخلي للبرلمان على فرض عقوبات على النواب من قبيل المصادرة والطرد المؤقت وخصم ثلث علاوة الدورة، وذلك في حال سب النائب الدين الإسلامي أو وجه شتما لرئيس الجمهورية أو رئيس الجمعية الوطنية أو مارس دعاية عنصرية أو فئوية أو تحريضية. يدخل تحت طائلة نفس العقوبات من دعا للعنف أو مارسه ضد نائب آخر أو وجه شتما لأحد زملائه أو قاوم المصادرة البسيطة. تشمل المصادرة والطرد المؤقت منع النائب من المشاركة في 4 جلسات متتالية في حال رفض النائب الامتثال لأوامر الرئيس بالخروج من قبة البرلمان، فإن الجلسة تغلق ويمدد الطرد ليشمل 10 جلسات. وتقضي المصادرة من الطرد بحرمان النائب من ثلث علاوة الدورة البرلمانية لمدة 4 أشهر. وكان البرلمان قد شكل في وقت سابق لجنة تعنى بمراجعة نظامه الداخلي من أجل ملائمته مع مقتضيات الدستور. وتقول اللجنة إن المراجعة الجديدة لنظام الجمعية الوطنية من شأنها تحقيق تكريس استقلالية الجمعية كسلطة تشريعية وتجذير الممارسة الديمقراطية وعصرنة وتطوير آليات عمل هيئات الجمعية، إضافة إلى الاستجابة للحاجات الحالية والمستقبلية للجمعية وضمان الاستقرار والديمومة باستثناء حالة المراجعات الدستورية. ومن شأن تفعيل النظام الداخلي الجديد للجمعية الوطنية أن يحد من المشادات الحادة التي تعرفها أحيانا بعض الجلسات البرلمانية سواء على مستوى النواب فيما بينهم أو بين النواب ووزراء الحكومة. تباحث السفير الأمريكي في نواكشوط مايكل دودمان مع المترشح للانتخابات الرئاسية الموريتانية بيرام الدهعبيد. وقال بيرام في تصريح لقناة المرابطون على هامش لقائه السفير الأمريكي إن مباحثاتهما تطرقت لملفات بينها الشراكة بين موريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية والانتخابات الرئاسية المرتقبة والشفافية والديمقراطية. جميع أنواع الشراكة بين الدولتين، وذاك اللي متضمن برنامج نحن فيك الشراكة بجميع المجالات، وذيك المآخذ اللي عندنا لذيك الشراكة، وذيك النواقص اللي عندنا فيها، وقلناها لهم وقالوا انهم ذاك اللي عندهم. شدينا اخبار مالي الانتخابات، شدينا اخبار الشفافية، اخبار الديمقراطية، اخبار الزرق، وذاك اللي مخوش منه كامل. على كل حال ظاهرنا عن جميع المراقبين الدوليين منهم ما كانت عنده الأخبار على الصحة، هم الشعب الموريتاني وجميع الأطراف فيه السياسية عندها الأخبار كامل.
قال رئيس حزب البناء والتقدم الوزير السابق محمد البربص إن موريتانيا بحاجة إلى انصهار مختلف قواها دون تمييز من أجل بنائها للجميع. وعبر البربص في حديث له بمناسبة انضمام تيار المستقبل من أجل العدالة والديمقراطية للحزب، عبر عن التطلع إلى موريتانيا متماسكة وموحدة. نتبنى نفس الآراء، نتبنى نفس الطرح، ظاهرنا بعلنا كاملين. موريتاني لا بد له من انصهار قواها كلها وابنائها كلها بدون تمييز من أجل بنائها للجميع، لليوم ولغد أفضل والشارق إن شاء الله. المهم هو بعلنا نختير ونقول هون أعلنا مرحبين بهم، نقول لهم نزلوا أهلا وسهلا بهم في حزبهم ومع أخوتهم، وعلنا بهم إن شاء الله ندوروا نوصلوا إلى ما نصبوا إليه به، اللي ندوروا موريتاني متماسكة، موريتاني موحدة، موريتاني المواطنة، موريتاني كلها يعرف الثاني لا بعد أنه أخوه في الوطن وأخوه في الدين ومواطن، كنا يعرف الثاني بعد أنه مواطن ويمثله في بلد منين عاد ومتى كان الوقت. معناها أعلننا مرحبين بهم ونقولوا بعدنا نزدنا. تعهد المترشح للانتخابات الرئاسية الموريتانية سيدي محمد البوبكر بتحسين ظروف المواطنين خاصة الشباب والنساء من خلال خلق ظروف عمل للعاطلين ومن وصفهم بالمحرومين من المشاركة في بناء الوطن. كما تعهد البوبكر خلال إعلان عدد من الشباب والنساء دعمهم لترشحه للرئاسة، تعهد بالحماية القانونية لحقوق النساء ومعاهدهم بالوفاء بالالتزامات اللي قبلت في إعلان الترشح في تحسين ظروف المواطنين وخاصة الشباب والنساء، خلق ظروف العمل للشباب اللي عاطل عن العمل والله معطل عن العمل بالآلاف، آلاف الشباب الموريتاني اليوم معطلين عن العمل ومحرومين من المشاركة في بناء الوطن، وكذلك النساء الموريتانيات اللي دوروا يشاركوا في وطنهم ويدوروا الحماية، حماية القانون، حماية حقوقهم كمواطنات من كل القضايا اللي تمس من حريتهم وكل القيود اللي ما هي شرعية اللي مفروضة عليهم. إذن انعتاق المرأة ومشاركتها وفقا للشريعة الإسلامية في بناء الوطن. وقع وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية سيدي محمد المحب ورئيس الاتحاد الدولي للصحفيين فيليب لورث في العاصمة نواكشوط على إعلان حرية الصحافة في العالم العربي. وقال وزير الثقافة إن موريتانيا تجاوزت مسألة الحرية التي يتضمنها الإعلان الموقع عليه، مضيفا أن موضوع الحرية لم يعد مطروحا وأن المطروح اليوم هو مأسسة الإعلام، مؤكدا السعي إلى تحقيق ذلك. واليوم يتعزز هذا المسار بتوقيع بلادنا على إعلان الحريات في العالم العربي الصادر عن الاتحاد الدولي للصحفيين الذي يتماشى مضمونه مع المنظومة القانونية لبلادنا، وكلنا عزيمة وإصرار على أن مسار حرية الإعلام في البلد سيتعزز ويصان بإذن الله. كما أكدت لرئيس الاتحاد الدولي للصحفيين أن مسألة الحرية المطروحة بهذا الإعلان أننا قد تجاوزناها في عدة نقاط، ونحن متقدمون على هذا الإعلان في عدة نقاط من جوانبه، وهو ما أشرت لسيد رئيس الفدرالية الدولية. ثانية، أن موضوع الحرية لم يعد مطروحا في بلادنا بهذا الشكل لا للصحفيين، وهو أصبح من الموضوعات المتجاوزة. ما نصب إليه الآن هو مؤسسة الإعلام، هو تحوله من 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 من, من إعلام كان يرنو إلى الحرية إلى إعلام مؤسس ومنظم له عائداته وله إسهامه في الاقتصاد الوطني، وهذا ما نطمح إلى تحقيقه.
من جانب آخر، تحدث رئيس رابطة الصحفيين الموريتانيين موسى والبهلي عن المسار النضالي للرابطة ونقابة الصحفيين منذ 2016 من أجل المصادقة على إعلان حرية الصحافة في العالم العربي. وجدد والبهلي في كلمته دعوة رابطة الصحفيين الموريتانيين إلى توحيد الصف الصحفي في موريتانيا وتوحيد كلمته. يتم اليوم الجمعة 31 مايو 2019 المصادقة على إعلان حرية الصحافة في العالم العربي المقترح من طرف الاتحاد الدولي للصحفيين، بعد أن اتخذت هذه الوثيقة مسارا وطريقا شاقا ناضلت فيه رابطة الصحفيين ونقابة الصحفيين من أجل تحقيقه بدءا من سنة 2016، حيث قمنا أنا وصديقي وزميلي أحمد سالم المختار السالم النقيب السابق بعرض الوثيقة على الحكومة بتكليف من الاتحاد الدولي، وسعى مكتب نقابة الصحفيين الجديد بعد ذلك عن طريق مناصرة الوثيقة من طرف المجتمع المدني والصحافة، كل ذلك من أجل توقيع هذا الإعلان الذي يتم توقيعه اليوم بمشيئة الله وإرادة الحكومة وجهود رابطة الصحفيين الموريتانيين. ولا يسعني هنا إلا أن أشكر الوزير ومن خلاله الحكومة باسم الصحافة الموريتانية على جهودها الحثيثة من أجل تكريس حرية الصحافة، وأغتنم هذه الفرصة لأجدد دعوة رابطة الصحفيين الموريتانيين إلى توحيد الصف الصحفي والمضي قدما نحو المخاطب الأوحد. وزعت شبكة الصحفيات الموريتانيات دليلا لتغطية الانتخابات على عدد من الصحفيين، وذلك خلال نشاط نظمته في العاصمة نواكشوط. وقالت رئيسة الشبكة خديجة بنت المجتبى إن الدليل يتضمن المبادئ الأساسية للعمل الصحفي والتغطية الصحفية المهنية، إضافة إلى توصيات خاصة بأمن وسلامة الصحفي. مواكبة منها لأجواء الانتخابات الرئاسية التي هي على الأبواب، ممثلة في استحقاقات 22 يونيو 2019، اهتمت شبكة الصحفيات الموريتانيات بتزويد الصحفي بما يلزم من معلومات تساعده في أداء عمله أثناء التغطية بمهنية وفي ظروف مناسبة، ولذلك قمنا بإعداد دليل يعين الصحفي على أداء عمله. ها نحن اليوم نوزع دليل الصحفي في هذه الاحتفالية، ويتضمن هذا الدليل فقرات ضمنها المبادئ الأساسية للعمل الصحفي، التزامات الصحفي، فترة ما قبل الانتخابات، فترة الانتخابات، توصيات خاصة بأمن وسلامة الصحفي. ويعد هذا الدليل ثمرة من ثمرات ملتقى نواكشوط الإعلامي الذي نظمته الشبكة أيام 6/7/8 بشهر 5/2019. أطلقت حملة الحريات في موريتانيا يوما للتدوين والكتابة عن المعتقلين عبد الرحمن والوداد والشيخ والجد، شارك فيه عدد من المدونين والناشطين الحقوقيين. وعبر المشاركون في هذه الحملة من خلال عدد من التدوينات تحت وسمي يوم لبحام والشيخ وطلصوهم والله بينا زيدوهم، عبروا عن التضامن مع الشابين المعتقلين على خلفية ما بات يعرف بقضية الملياري دولار. ويحتج المتضامنون مع المعتقلين أسبوعيا أمام السجن المدني في العاصمة نواكشوط للمطالبة بإطلاق سراحهما. تشهد عدد من مدن الداخل الموريتاني تراجعا في نشاطها الاقتصادي بفعل هجرة العديد من السكان إلى العاصمة نواكشوط خلال فصل الصيف. مدينة غيرو بولاية الأعصاب تعتبر إحدى المدن التي يتضرر نشاطها الاقتصادي من هذه الهجرة التي تحصل في مناسبات مختلفة. نتابع. وفرة في العرض واستعداد تام لوصل الليل بالنهار في مكان العمل، هكذا هو الحال بالنسبة لحال محمد العامل بأحد المجمعات التجارية بمدينة غيرو. بيد أن ارتفاع درجات الحرارة والتي تقترب من 50 درجة مئوية
أفرغ المدينة فلم يبقى فيها إلا القليل. ما شاء الله جو بعض الأحيان مرة عود مريح، مرة عود فيه الحمان، مرة عود بارد، مرة عود حامي، وكثرت بعد لا الحمان لا أفرغنا بين الحمان لا حركة الناس لا لباس، كثرت الناس قاع قاست ماك شطرغ البرود، بالنسبة لنا احنا لامزنا لا حاكم يا بلادنا. محمد حمود تاجر آخر بالمدينة منذ سنوات، لكنه لاحظ منذ السنة الماضية نزوحا لساكنتها فأثر ذلك على التجارة كسادا. يبذل محمد حمود جهده لتوفير ظروف البقاء لمن بقي معه في إحدى أكثر مدن الوسط الموريتاني حيوية اقتصادية، ويجري اتصالاته لإقناع النازحين إلى نواكشوط بالعودة. السوق تقول فاضي وهذا حقيقة نبيه عماه، وهذه الهجرة ضارة بالمدينة. وأنا شخصيا قد سولت واحد من هذول الأطباء، دكتور ما شاء الله معلوماته ما شاء الله، وقال لي قالوا تصح أرضه ألا ينجي الحمى. تتوفر في المدينة وسائل مختلفة للترفيه عن الشباب، لكنها حاكت سوق الملابس وأوصدت بابها مبكرا، وربما صادفتك شريحة المجتمع الأكثر نشاطا في الشارع، وإن حدث فهنا الوجهة حيث لا يكاد يختلف الوضع. شبابهم إن شاء الله دائما يجون يقبوا ماتشات يقال ياسر فيهم عادوا قسم واكشوط يعني زين فيهم بعتهم استم رمضانهم معمار الشيء زين. بضعة شبان فقط وصلوا هذه الصالة الرياضية وحددوا لمباراتهم وقتا متأخرا من الليل، فقلة الطلب تسمح بذلك وأكثر. 5 أيام تفصل مدينة جارو عن عيد الفطر المبارك، والملاحظة التي يجمع عليها كثيرون هنا هي الهجرة الجماعية لسكان المدينة إلى نواكشوط. محمد أحمد الخوي، قناة المرابطون، جارو، ولاية العصابة. نبقى في ولاية الأعصاب، حيث قال وزير الداخلية واللامركزية أحمد العبد الله إنه لا علم له بوجود أطفال ضحايا للمجاعة في بلدية كامور بولاية الأعصاب. تحدث الوزير أمام البرلمان عن وفاة 3 أطفال بقرية تابعة لمقاطعة تركيز بسبب العطش، مضيفا أن مسؤولية الأطفال والمختلين عقليا تقع على عواتق ذويهم. بالنسبة للتريكة اللي في كامور، ما عندنا علم ألمهم ضحايا لمجاعة، يسوى كبار ويسوى صغار. بالنسبة للتريكة اللي في كامور، بهم في ألن أهزلت الشاشرة بركيز، والكبير منهم عنده 10 سنوات، قط مشاو أول منامس من قرية ينقالها أجار قايسة قرية أخرى دون علم أهلهم، وخلعنا ما وصلوهم وتفقدوهم إلا بعد جليل، وينين عاد يامس حسوا بهم السلطات وانتشروا لودوا لهم خلعنا جبروهم موت نتيجة العطش. إذن عن هذه هي المعلومات الصحيحة في هذا الموضوع، واخترت بعض نوضحها به اللي خلق فيه جدل. قال النائب اللي تدخل قال عنها مسؤولية الدولة، ومسؤولية فعلا مسؤولية الدولة قال يلا نعرفوا عن مسؤولية التركة والناس اللي مختلة عقلية، هذه مسؤوليتهم تتعلق بهلهم. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها. الرئيس الموريتاني يعبر عن دعم موريتانيا للسعودية والإمارات ويدعو إلى رص الصفوف تجاه أمن المنطقة. التحالف الانتخابي المعارض ينتقد ما سماه الاختطاف السافر للعملية الانتخابية ويؤكد تصميمه على مواجهة ذلك. موريتانيا توقع على إعلان حرية الصحافة بالعالم العربي، ووزير الثقافة يقول إن حرية الصحافة لم تعد مطروحة.
يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك ظاهرة على الشاشة. دمتم في أمان الله.